مرحبا بكم في 100% برونو. المرشحين للفوز بجائزة كالامون في تجمع اليوم هم: رقم 8 روسي راشفال، حصان عنده استقرار على مستوى المراتب المتقدمة خلال هذا الموسم. رقم 3 شانيا، فرس حقق 8 مراتب وانتصارين من أصل 12 سباق منذ بداية هذه السنة. رقم 1 مالوا، حصان غادي يشارك لثاني مرة في سباق رفقة الراكب عبد الرحيم في الدولة اللي سبق وحقق معاه المرتبة الثالثة في آخر سباق لهم. خيول غادي تنافسها كل من رقم 7 رقم 4 ورقم 9. أما الرقمين اللي ممكن لهم يخلقوا المفاجأة في هذا السباق فهم رقم 14 ورقم 15. أما الآن فتابعوا توقعات جريدة تغبي. مرشحين القوي للفوز في السباق هذا، احنا راه اختارينا رقم 8 ممثل اصابه العوج عزوز مرشح قوي للفوز. رقم 7 الاختصاص ديالو المسافات القريبه ومعتاد يجرب حلبات مدينه الخميسات. رقم 4 السباق الاخر ديالو كان ربح حلبات مدينه الدار البيضاء تحت قياده الراكب محسن الفرو. التخوف ديالنا من هذا السباق هذا من رقم 2 ورقم 6 ورقم 5. تنقولوا مفاجاه ديال السباق رقم 1 ورقم 9. نخليكم مع توقعات مختلف الجرائد الوطنية. يمكن لكم تابعوا جميع حلقات 100% برونو عبر اليوتيوب. نهاية الحلقة، حظ موفق للجميع.